المحاضرة الأولى تكلمنا فيها عن الهيستولوجي أوف تريكيا والبرونكاي برايمري سيكندري تيرشري والفروقات بيناتهم. عشان نذكركم في الهيستولوجي أوف تريكيا قلنا فيها لايننج إبيثيليوم عبارة عن سودو ستراتيفايد سيليات الكولومبو، فيها لامينا بروبريا ريتش ان سيروم ميوكاس جلاند، قلنا فيها سب الميوكوزا ايضا فيها جلاند، ما ننساش اللايننج ابيثيليوم ريتش ان جوبلين سيل، قلنا فيها سي شيب هايلاين كارتليج، سي شيب هايلاين كارتليج وبوستيريورلي replaced by trachealis muscle. سكت أما هاي التراكي، أما البرايمري برونكاي اللي هي رايت وليفت مين برونكاس، قلنا زي التراكيا ما عدا بدل سي شيب هايلاين كارتليج سيركولار بليتس اوف كارتليج، سيركولار blades of cartilage. السكندري برونكاس والنهايه بنسميها لوبر، يعني دخلت اللوب وصار حواليها لانج تيشو انترابلمونال. بالنسبه للهيلاين كارتليج البليدز بتقل بتبطل سيركولار، والتيرشري one or two blades only. ايش اللي بتغير؟ اللايننج ابيثيليوم ذا سيم سودو ستراتيفايد سيلياتك، الجوبلت سيل كل ما نروح ديستالي بتقل لكن موجوده، الجلان كل ما نروح ديستالي بتقل لكن موجوده، الكارتليج قلنا بصير one or two blades. هاي البرونكاي برايمري سيكندري تيرشري. الان محاضرتنا برونكيولز. البرونكيولز اهم ميزه فيها اولا الديامتر بيبقى سمولر 1 مل او هاف مل نص مل. نمبر 2 there is no cartilage. No cartilage. فالكارتليج اختفى، وهذه ميزة مهمة جدا. ايش بحل محل الكارتليج؟ سموث مصل. فبنلاحظ من هون السموث مصل بتزيد وبتصير سبايرال. سبايرال يعني بتلف على كل اليومين of the bronchiole. بالنسبة للجلان والجوبلت سيل، الجلان بتقل بشكل كبير لكن في البداية موجودة، والجوبلت سيل أيضا بتقل بتصير فيو أو سكتر، لكن لما أروح ديستالي في البرونكيول تختفي. فإذا بداية البرونكيول في جلان وفي جوبلت سيل لكن بتبقى فيو وسكتر، لكن لما أروح ديستالي تختفي. طلعوا نو ليمفوسايت، هاي غلط. الليمفوسايت موجودة في كل الريسبيراتوري تراكت، لكن المقصود هون نو ليمفاتيك نوديول. نو ليمفاتيك نوديول، ما فيش تجمع للليمفوسايت. لما أروح ديستالي بصير عندي ليمفاتيك نوديول، لكن هاي المرحلة نو ليمفاتيك نوديول. زي ما قلنا جوبلت سيل سكتر. شو نوع الابيثيليوم؟ سودو ستراتيفايد سيلياتي. ما زال الان لما اروح ديستالي في البرونكيول بتحول الى سيمبل كولامنر سيلياتي، بعدين سيمبل كيوبويدال سيلياتي اند كلارا سيل اللي هي ويزاوت سيليا.
إذا نشوف التغير في البرونكيول ما في عندنا sudden changes، ما في sudden changes، إنما بكل changes gradual. لكن إيش مهم؟ no cartridge. هذا مهم جدا النو cartridge. أما الجلاند والgoblet cell والليمفاتيك نوديول هذول gradually بيختفوا، والنوديول بتزيد، والسموث مصل ايضا بتزيد. فالصوره اللي امامنا مبين هون تيرمينال برونكيول، هي مبينه، وقلنا لانه ما فيش كارتريج وفي سموث مصل بصير فولدينج اوف ميوكوزا. شايفين هذا فولدينج اوف ميوكوزا، ميز هاي الالفيولار تيشو. بعدين في عندنا هون الالفيولار دكت. البرونكيولز قلنا فيها ممكن نلاقي كلارا سيل، لكن الكلارا سيل بشوفها اكثر حاجه في الريسبيراتوري برونكيول. بدايه الريسبيراتوري برونكيول بتبقى معظمها كلارا سيل، تتحول بعدين الى سيمبل سكواماس ايديثيليان في الريسبيراتوري برونكيول. فبدايتها بتبقى في كلارا سيل. الكلارا سيل معناها كيوبويدال ويداوت سيليا، وتحتوي عند الايبكس سكريتوري جرانيولز، وهي سكريت نوع من البروتين، وهذا بيعمل لايننج اند بروتكتيف للبرونكيول من الانفلاميشن. ايضا ات بروديوس of surfactant، يعني تفرز مادة لها علاقة بالسيرفاكتنت. أيضا تحتوي على النيورو ابيثيليال بوديز، وهي لها علاقة بالكيمو ريسبتورز والتشينجز في البرونكيولز. الصورة اللي أمامنا تيرمينال برونكيول، شوف الفولدينج، شوف السموث مصل هيها، وهذه اللام تيشو. طبعا كل الكاركترز اللي حكيناها واضحه انه نو كارتليج، وفي الصوره هاي تيرمينال نلاقي نو كارتليج، نو جلاند، نو جوبلت سيل، كل هاي مش موجوده، انما في سموث مصل. قلنا بالنسبه للانرفيشن تاخذ من الفيجاس ومن السيمباثيك، والفيجاس ديكريز الدايمتر، يعني بيعمل برونكو كونستريكشن. برونكو كونستريكشن وهو سبب في الازمه، وان الازمه بتصير في البرونكيول وبصير كونتراكشن في السموث مصل، فبتعمل ناروينج في الدايمتر اوف برونكيول، فديورنج اكسبيريشن بصير ويزز في البرونكيول، ويزز. بعكس السيمباتيك بيعمل دايلاتيشن للبرونكيول. نطلع الان على الاسبيراتوري برونكيول. Each terminal برونكيول divided into two or more respiratory برونكيول. ايش ميزتها الاسبيراتوري برونكيول؟ شوف هذه تيرمينال، هذه ريسبيراتوري. دائما حوالين الريسبيراتوري برونكيول بلاد فيزلز، اما يكون بلمونري ارتريز او بلمونري فينز. اذا هاي نقطه. النقطه الثانيه، دائما الريسبيراتوري برونكيول اوبن انتو الفيولار داكت، لذلك بنطلع عليها هي فات على هون، هذه الفيولار داكت، في النهاية الفيولار ساك، الفيولار ساك. إذا دائما التيرمينال برونكيول
وما قبلها تبقى سيركلر مدور، بينما الريسبيراتوري اوبن اون الفيولار داكت، ما بتبقى مسكر مفتوح. طيب ايش ميزه اللايننج ابيثيليوم؟ اللايننج ابيثيليوم معظمه سيمبل كيوبويدال، ممكن نلاقي سيلياتي وممكن نلاقي كلارا سيل نون سيلياتي، وكل ما اروح ديستالي بتصير فلاتين تتحول الى سيمبل سكواماس ابيثيليوم وعليها الفيولاي، وهون ممكن يصير ريسبيريشن جاز اكسشينج. بالنسبه للسموث مصل في الريسبيراتوري بتقل، السموث مصل بتقل، ومين اللي بزيد؟ الالاستيك فايبرز بالذات بتوين الالفيولاي، فهون ما في سموث مصل. السموث مصل في الاخر بتعمل لي حوالين الالفيولاي نوبس اوف سموث مصل، نوبس هنورجيكم اياه. اذا بتقل السموث مصل. هل الريسبيراتوري فيها كارتليج؟ نو. هل فيها جلان؟ نو. هل فيها جوبلت سيل؟ نو. ما في اي حاجه. اذا عرفنا اللايننج ابيثيليوم اوف ريسبيراتوري. شوف الصوره هذه، هاي برضه تيرمينال، وفي النهايه هون اعطتني ريسبيراتوري برونكيو، هي اوبن اون الفيولار داكت. ايش؟ زي ما حكينا اللايننج ابيثيليوم اما تكون سيلياتد او نون سيلياتد كيوبويدال اللي هي كلارا سيل، الالفيولاي موجوده بشكل كبير، السموث مصل قلنا بتقل لكن بزيد الالاستيك فايبرز اوف ذا كونكتيف تيشو. الصورة اللي أمامنا مبين فيها هون ريسبيراتوري برونكيول فاتحة على الفيولار داكت، وأيضا فاتحة هون على الفيولار داكت، النهاية بنسميه الفيولار ساك تقول إند. شوف الالفيولاي، كل هاي الفيولاي سيمبل سكواماس ابيثيليال لايننج. شوف السموث مصل بتصير على شكل تاكس أو نوبس أو سموث مصل، وهذه سموث مصل جاية على بداية أو على الأوبن ألفيولاي، الألفيولاي المفتوحة على الضغط بتجمع على الأوبنينج نوبس أو سموث مصل. أوكي؟ إذا صار تغير بين الألفيولاي طبعا موجود إلاستيك فايبرز. اللامينا بروبريا عن الريم اوف ذا الفيولاي، وحواليها طبعا نتورك من السموث مصل والكابيلرز. هاي النوبس لما جايه على الاوبن اوف الفيولاي. ايش اكثر حاجه موجود بتوين الفيولاي؟ الاستيك اند ريتيكولار فايبرز، وهذا بيعمل سبورت للريسبيراتوري بارت اللي هي الدكت والالفيولاي، وبساعد على الانفليشن اوف ذا الفيولاي. النهايه سميناها الفيولار ساك. فالالاستيك فايبرز مهمه في الاكسبانشن اوف ذا لانجز، يعني مهمه في الانسبيريشن، اما الاكسبيريشن فيعتبر باسيف موفمنت. الريتيكولار فايبرز برضه بتعمل سبورت and prevent over distension and damage of alveoli. هذه
هاي الفيولاي هي مبينه، كل هاي الفيولاي، هذا بالمونري فين وفي بالمونري ارتري هنتكلم عنهم. الالفيولاي عباره عن ساك لايك انفاجينيشن، الدايمتر حوالي 200 ميكرومتر، بتعطي السبونجي اوف ذا لانج لانه مملوءه بالالاستيك فايبرز. في عندنا حاجه اسمها الفيولار وول، الالفيولار وول اللي هو الوول بتوين تو الفيولاي، وهذا بيساعد على ديفيوجن بتوين الكابيلاريز اند الفيولاي، وبنسمي الوول سبتم انتر الفيولار سبتم او انتر الفيولار وول اللي هو ما بين الكابيلاريز سوري ما بين الالفيولاي. هاي الصوره بتوضح، طلع على الصوره هاي كل هذه الخلايا عباره عن تايب 1 الفيولار سيل موجوده في الوول اوف الفيولاي. 97% من نوع الخلايا في الوول او الفيولاي تايب 1 و 3% تايب 2. وين تايب 2؟ بنطلع الان هذه تايب 2 شايفينها؟ هذه تايب 2 هذه تايب 2. قلنا تايب 2 الفيولار سيل اللي بتفرز لي السير فاكتنت الكومون سايت ات ذا كورنرز ات ذا كورنرز. عشان تتخيل انت اللنج والالفيولاي ايش؟ انت طلعت انت طب روح روح ضيعش فوضى الدنيا، بيطلع بروح بجيب جوازه وانت بتشوف والله هذه اخذتها. الان نطلع على ايش هم الالفيولاي، عباره عن بنشبههم زي طابه التنس البيضاء المدوره، لما نجيب 1000 طابه ونحطها في كيس ونضغطها بتلاقي في كورنرز بين الطابات، كورنرز، هذه الكورنرز اللي هي بتيجي فيها تايب 2، شايفين جاي عندي كورنرز، هي تفرز لي السيرفاكتنت، بينما الاذر تايب اللي هو تايب 1 الفيولاي مكون الوول، معظم الوول شايفينه هذا تايب 1، هاي الفيولاس وهي الفيولاس وهذا انتر الفيولار سبتم، انتر الفيولار سبتم. طلعوا على السبتم هون بنلاقي فيه انواع مختلفه من الخلايا، اهم شيء فيه الاستيك فايبرز ريتيكولار فايبرز، في كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو في خلايا مختلفه زي الفايبروبلاست، زي ايش كمان، زي الماكروفاج سيل، زي اليوكوسايت، كلها موجوده في الكونكتيف تيشو، كل الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو موجوده. فاذا في عندنا سبتم اسمه انتر الفيولار سبتم او وول، واهم ميزه انه هاي يحتوي على كابيلاريز كونكتيف تيشو، وهذا مع بعض شو بسميه انترستيتيوم. فكلمه انترستيتيوم تعني كابيلاريز زائد كونكتيف تيشو، ولما اقول كونكتيف تيشو بكل انواع خلايا موجود. اذا كلمه انترستيتيوم تساوي كونكتيف تيشو زائد كابيلاريز. طيب يعني معناته السبتم في شيء غير الانترستيتيوم؟ في عندي حاجه اسمها ريسبيراتوري ميمبرين، او شو بسموه الاسم الثاني غير ريسبيراتوري ميمبرين اللي هو ريسبيراتوري بارير، هذا لازم يكون رفيع جدا رفيع جدا عشان هو اللي بيعمل جازز اكسشينج، مش الانترستيتيوم. انترستيتيوم ثيك لانه في كونكتيف تيشو، بينما الريسبيراتوري ميمبرين رح نحكي عنه قديش الثيك بيستوعب.
فكلمة انترستيتيوم موجود في الانتر انجولار سيبتا، في كابيلاري وفي كونكتد تيشو نتورك اوف كابيلاريز اند كونكتد تيشو ستراكشر. في الانتر انجولار سيبتا مرات بنلاقي فيه بورز، وهذا الدايمتر تبعه من 10 ل 15 مايكرومتر. ايش وظيفته؟ انه بيعمل باسيج اوف اير بتوين ادجسنت الفيولاي، يعني بيعمل ايكواليزيشن اوف اير بريشر. فاذا البورز ايكواليز اير بريشر بتوين الادجسنت الفيولاي. شوفوا البلود اير بارير، بلود اير بارير او شو سميناه ريسبيراتوري ممبرين. ليش ريسبيراتوري ممبرين؟ لانه عن طريقه بتصير جازز اكسشينج. وين موجود هذا؟ في الوول، في الانتر الفيولار وول. لكن الوول لما يبقى فيري ثين بسميه ريسبيراتوري بلود اير بارير او ريسبيراتوري ممبرين. من ايش مكون؟ شوف من ايش مكون. هاي الالفيولار صوم، وهذا الالفيولار وول تبعها. الالفيولار وول، الالفيولار وول عباره عن ايش؟ سمبل سكواموس ايبيثيليوم طبعا. على الاذر سايد في كابيلاري، شوف هذه الكابيلاري وهي فيها ار بي سيز، وهذا الوول تبعنا اللي بسميه ميزوثيليوم او اندوثيليوم. اندوثيليوم بين الاندوثيليوم اوف كابيلاري وبين السمبل سكواموس اوف ذا تايب 1 الفيولس في فيوزد بيزل لامين. هذا الفيوزد بيزل لامين، اذا فيوزد عشان يكون مور ثين ويصير جازز اكسشينج. اذا من ايش مكون؟ اللايننج سايتوبلازم اوف تايب 1 سيل، فيوز بيزل لامينا، سايتوبلازم اوف اندوثيليال سيل، واخر حاجه قديش الثيكنس تبع 0.1 ل 1.5 مايكرومتر الثيكنس. الان نقطه مهمه، السيل فاكتنت ايش اهميته في تايب 1 الفيولار سيل؟ مش بيساعد على انه تصير انفليتد. الان بتكون عندي هون سيرفكتنت لايننج سيرفيس، اذا في طبقه من السيرفكتنت عامله لايننج للوول اوف ذا الفيولوس. هاي موجوده في الريسبيراتوري ممبرين، ما ننساهاش، هي السبب في انه صار انفليشن لتايب 1 سيل. فاذا هاي المكونات الريسبيراتوري ريسبيراتوري ممبرين اللي هو بلاد اير فاري. اذا السبتم اللي شفناه هون اللي موجود بتوين الالفيولاي ممكن نلاقي فيه كابيلاريز ومش ويك اوف ريتيكولار اند الاستيك فايبرز، هذا في الوول طبعا، وقلنا هذا بيساعد على الاكسبانشن، وبنلاقي فيه اليوكوسايت ماكروفاجز فايبروبلاست، كلهم هذول في الانترستيتيوم اوف ذا سيبتم. هل هذول موجودين في الريسبيراتوري ممبرين؟ نو نو، عشان تصير جازز اكسشينج بدي فيري ثين ممبرين، في فيوز بيزل لامينا وعلى طرف فيه اللي هي الكابيلر وعلى الطرف الاخر تايب 1 الفيولار سيل وفي لايننج اوف سيرفكتنت. السبتم ممكن الاقي فيه طبعا الانترستيتيوم. ايش يعني انترستيتيوم؟ كابيلاريز اند كونكتيف تيشو موجود في السبتم. ممكن الاقي كابيلاريز بتشكل 30%، فايبروبلاست 36%، ماكروفاجز 10%، تايب 1 8%، تايب 2 16%،
and leukocyte. هذا بلاقيه في السبتم. اوكي؟ يعني بين تو ادجسنت الفيولار. فيهم انترستيت يعني. ايش كيف بصير الجاز اكستشينج؟ طبعا الجاز اكستشينج هاي تو لامينا فيوز تو لامينا. هاي الفيولاس وهي كابيلاري، وبالتالي السي او 2 بيطلع من الكابيلاري بيروح للالفيولاس، ومن الالفيولاس الاكسجين بيدخل لوين؟ ل الكابيلاري عن طريق الاريثروسايت. فهون الاكسجين بيجي من الالفيولار اير، من الالفيولار وول، من الريسبيراتوري ميمبرين ديفيوز، والسي او 2 ديفيوز عكسه تماما. وفي عندي كاربونيك انهيدريز بيساعد على تحليل السي او 2. قديش في كل لون؟ حوالي 300 مليون اوف الفيولاي، وهذا الشكل حوالي 140 متر سكوير. شوفوا قديش المساحه، 140 متر سكوير، يعني مساحه ضخمه للجاز اكستشينج. الان ما هي ميزه الكابيلاريز اللي بتحيط بالالفيولاي؟ اللي هي عباره عن اندوثيليال سيلز، وهي سكواموس سيلز، سيمبل سكواموس. طبعا تحت الميكروسكوب صعب انه نفرق بين الاندوثيليال سيل وتايب 1 سيل، لانه كلاهما سيمبل سكواموس. لكن انا بفرق بيناتهم دائما الاندوثيليال معاها ار بي سيز. فلما الاقي اندوثيليال سيل حواليها ار بي سيز، يعني هاي تبع الكابيلا اندوثيليال. لقيت سيمبل سكواموس فيش حواليها ار بي سيز، غالبا هي تايب 1 الفيولار سيل. فالاندوثيليال لايننج كابيلاريز هي كونتينوس نوت فينستريتد. اذا هذه ميزه، نون فينستريتد كابيلاريز. برضه بلاقي السيتوبلاست بصير فيه تجمع للنيوكلياي وللاورجانيلز على بسايد النيوكليوس حتى تعطي سبيس واسع للجازز اكستشينج. اذا في ميزه للكابيلاريز. تايب 1 سيل، هذه اللي هي تايب 1 سيل وهي سيمبل سكواموس سيل. تايب 1 زي ما قلنا في الوول بتشكل 97%، 3% تايب 2. الدايمتر حوالي 25 نانومتر تحت الالكترون مايكروسكوب. برضه هاي ميزتها انه بتجمع الاورجانيلز حوالين النيوكليوس وبتعطي سبيس واسع في السيتوبلازم. بنلاحظ انه هذا النوع فيه ديسبوزومز وفيه اوكلودنج جانكشن بين الخلايا. طبعا الالفيولار سيل بصير فيها طبعا مايتوزيس وفيها فيزيكلز بشكل كبير. اما تايب 2 سيل، قلنا تايب 2 سيل زي ما احنا شايفين بتبقى سيمبل كيوبويدال سيل، كيوبويدال. It has large central nucleus. Large central nucleus. بتبقى جاية between type 1. برضو فيها occluding disposome junction. وين مكانها بالذات؟ في الوول. قلنا عند الكورنرز. Very common. عند الكورنرز. طيب. Rest on basement membrane. و it replaces itself on type 1. إذا صار mitosis في type 2 بتحل محل نفسها ومحل type 1.
يعني ممكن تتحول لتايب 1. فتايب 2 فيها ميزة انه الميتوزيس تتحول لتايب 1 وتايب 2. في السيتوبلازم اذا بتطلع بتلاقي فيه ماميلاري بوديز. الماميلاري بوديز ببينوا الكترون مايكروسكوب ليفين وشوف الشكل تبعها، هذا اللي بسميه ماميلاري بوديز. فيها بارالل لاميلا وهي لها علاقه طبعا بالسكريشن اوف سيرفاكتانت سكريشن. فاللاميلا بوديز في بالمونري سيرفاكتانت اللي هي الماتيريالز. وقلنا السيرفاكتانت ايش وظيفته؟ بيقلل سيرفيس تنشن ان ذا الفيولار. هذا البلمونري سيرفاكتانت طبعا الكل بيعرف انه نقص السيرفاكتانت بيعمل لي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وهذا مشروع في الاناتومي بتاعته او في الهيستولوجي في الفسيولوجي بتاعته في الباثولوجي بتاعته كله في الكلينيكال بعلقوا عليه بشكل كبير جدا. فانا مش راح اشرح تفاصيله، انا راح ابين لك انه هاي الصوره بتاعت تايب 2 سيل فيها النوكليوس سنترال ومبين فيها الاورجانيلز ومبين فيها الماميلاري بوديز ها اللي هي بتصنع السيرفاكتانت. في منه انواع السيرفاكتانت A و B و C و D. أهم وظيفة إنه له وظيفة بكتيري سايدل وإنه بيقلل السيرفيس تنشن. إذا قل نو سيرفاكتانت شو بصير في الألفيولار؟ كولابس ديورينج اكسبايريشن. فالألفيولاي بالعكس بدل ما يصير فيها انفليشن تنتفخ شو بصير فيها؟ كولابس كولابس. وهي هي اهميتها. لذلك فيتال ديفلوبمنت السيرفاكتانت ابيرز ان ذا لاست ويكس اللي هو في الشهر الثامن بتكون في نهايه الثامن بيصل اعلى نسبه، علشان في الشهر التاسع لما بصير ديليفري بيبقى كميته انف فور اكسبانشن اوف لانجز. اذا ما تكون وقل بيعمل لي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. في كلام كثير عن السيرفاكتانت زي ما قلنا بكتيري سايدل، وفي انواع طبعا من البروتين ومن الفوسفوليبيد. اهم وظيفه له انه بيعمل لي الفيولار لاينينج اوكي للالفيولاي. طبعا الام او 2 بيعمل ديستركشن لتايب 1 وتايب 2 سيل ويعتبر توكسيك اوكي. لكن نورمالي تايب 2 بصير فيها مايتوزيس زي ما قلنا ريبليز تايب 1 وتايب 2. الان نوع اخر من خلايا ماكروفاجي سيل بسموها ايضا داست سيل. الجماعه اللي ورا في ثلاثه واحد رافع رجله بيستحيش يعني بمعنى اخر اقعدوا زي الاولاد ما تتكلموش. اذا الداست سيل هي نفسها الماكروفاجي سيل. وين موجوده؟ موجوده طبعا في السبتم، موجوده على السيرفيسز، وموجوده في البلورا. وظيفتها طبعا فاجوسيتي فانكشن. وبعد هيك بتصل الالفيولار اليومن، وفي النهايه ممكن تصل الباسيجز اللي هي الالفيولار دكت، وبعدين ترجع رجوع للبرونكيولز وتطلع مع السبيوتم تو دي فاكس اوكي. هذه الماكروفاجز فهي سكافنجر ان اتس اكشن. طيب
مع السكريشن تكون عندنا طبعا سبيوتم، وهذا بيساعد على خروج البكتيريا والفيروسز وكل الديرتي ماتيريال من الريسبيراتوري تراك، حتى موجود في البلورا. مين اكثر نوع من الخلايا موجود في اللانس؟ مين بتتوقع اكثر نوع من الخلايا؟ اكثر نوع هو الدست سيل. الماكروفاج السيل منتشره في كل مكان جوا اللانس اند بلورا، وظيفتها زي ما قلنا فيري امبورتنت. كل الويست برودكت مع الفيروس مع البكتيريا بتعمل لها انجلفينج وبتطردها برا، فهي اكثر من الاندوثيليال سيلز واكثر من تايب 1 الفيولار سيل. نتكلم الان عن البلمونري بلاد فيزلز، حكينا عنهم ان هاي اليونت اللي امامنا سميناها برونكو بلمونري سيجمنت، وان حوالين البرونكاس او البرونكيول في النهايه في برانش من البلمونري ارتري، وعلى البوث سايد في عندنا بلمونري فين. لان لو اخذناهم من ناحيه الهيستولوجي بنلاقي البلمونري ارتري ثين وول، بينما البلمونري وول البلمونري فين ثيك وول، والبريشر مختلف في الارتري بلاقي 20 about 20 over 5، بينما في الفين زي البلاد اوف ذا ارتريز يعني 120 على 80، اذا بعكسوا بعض تماما. فالفين يعتبر ارتري والارتري يعتبر فين، هذول جوا اللونج تيشو. فهون البلمونري ارتريز تيك وول ولو بريشر 25 على 5 عكس الفينز، عكس الفينز. قلنا في السيجمنت سيرجيكالي فيري امبورتنت، عشان هيك باللاند مارك انه تو فينز بيكونوا في كونكتد تيشو اون ايتش سايد اوف ذا سيجمنت. طيب الارتري بيعطيني ارتريول، والارتريول بيعطوني كابيلاريز اراوند ذا الفيولاي. قلنا الكابيلاريز بتعمل نتورك، ونوع الإبيثيليوم نسميه ميزوثيليوم أو إندوثيليوم للكابيلا، واضح؟ أما الألفيولاي إنه تايب 1 ألفيولار سيل، لذلك اللانس إنه فيها أكبر شبكة من الكابيلاريز، فيها نتورك أوف كابيلاريز، وهي إنه بصير فيها الجازز exchange وعن طريق respiratory membrane blood air barrier. الفينيول بالعكس بيبدأوا من الكابيلاريز الفينيول، وبصير في النهاية في الهايلم of the lung two pulmonary vein in each lung، بالتالي في النهاية عندي four بلمونري فين، وهدول بيتركوا الهايلم وبروحوا للليفت اتريوم. ليفت اتريوم البلمونري لينفاتيك فيزلز حكيناها، قلنا في سوبرفيشال وديب بلكسس اوف لينفاتيك، وفي النهايه وين بدهوا في الثوراسيك داكت وبروحوا للفين، حكيناها بتقراوها. ايش النيمز؟ قلنا بالنسبة لللنج والفيسيرال بلورا اوتونوميك نيرفس سيستم سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك، وهي سنسيتيف فور ستريتش اونلي. اما البرايتال بلورا قلنا سنسيتيف فور بين وتاتش وتمبريتشر، وهي مهمة لانه بتكون في حالات الانفكشن painful painful. لذلك البارا سيمباثيك بيعملوا لي بلكسس
تأثيرهم على اللنج البارة شو بيعمل؟ برونكو كونستريكشن، والسيمباتيك برونكو دايلاتيشن. البلورا حكينا نوعين، بناتهم بلورا كافي. شو نوع الإبيثيليوم؟ قلنا بنسميه ميزوثيليوم، وهو سمي سكواماس إبيثيليوم، سواء في الفيسيرال أو البارياتري، نفس النوع من الإبيثيليوم. فإذا البلورا موجودة على الفيسيرال سيرفيس، فيسيرال وعلى البارياتري، وبيناتهم كافيتي، وإن هذا الكافيتي فيه فلويد وجاي من البلد بلازما أوف ذا كابيلاري. هي خلصت المحاضرة، وهي خلصنا محاضرات الجروس والهيستولوجي. فاضل علينا محاضرات في الأسبوع القادم، اللي هي محاضرتين الإمبريو، هذول مش داخلين الامتحان. أيضا في عنا محاضرتين للهيستولوجي لاب،